الإجراءات الكاملة لقتل عمر خورشيد، غموض ومحاولات لكشف السر بعد 38 عاما. على الرغم من أن الموسيقار الراحل عمر خورشيد قد لقي مصرعه في 29 من مايو عام 1981 بعد تعرضه لحادث سيارة في شارع الهرم فجراً، إلا أن الأيام الماضية شهدت محاولات لإعادة فتح ملف القضية مجدداً بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام لاستخراج جثة خورشيد وإعادة تشريحها. المحامي الذي تقدم بالبلاغ استند إلى تصريحات زوجة عمر خورشيد في حوارها مع مجلة نصف الدنيا، والتي قالت فيها إن سيارة مجهولة طاردتهم في شارع الهرم بداخلها غرباء تسببت في مقتل عمر خورشيد، وهو ما يؤكد أن هناك شبهة جنائية في الحادث تؤكد وجود نية مسبقة في التخلص من عمر خورشيد. هذا البلاغ أعاد مجدداً الجدل حول الوفاة الغامضة التي تعرض لها الراحل عمر خورشيد في نهاية شارع الهرم بجانب مينا هاوس أمام مطعم خريستو بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى. فعلى الرغم من أنه كان بصحبة زوجته اللبنانية دينا والممثلة مديحة كامل، إلا أنه توفي في الحادث الذي ترددت الأقاويل بأنه كان مدبراً. الشهادة التي أدلت بها زوجته ومديحة كامل أمام النيابة أكدت أنه بينما كانوا في طريق العودة إلى المنزل تعرضوا لمطاردة سيارة غامضة لم تتركهم إلا بعد أن تأكد صاحبها أن عمر خورشيد اصطدم بعمود الإنارة. عقب الوفاة ترددت الكثير من الأسباب حول قتل خورشيد، منها أن الحادث تم تدبيره من مسؤول بارز في ذلك الوقت بعدما اكتشف حب ابنته للموسيقار عمر خورشيد، بينما قال آخرون إن الحادث تم تنفيذه من قبل إحدى المنظمات الفلسطينية بسبب مشاركة خورشيد في حفل اتفاقية كامب ديفيد في واشنطن، لا سيما وأن الرئيس الراحل أنور السادات قد اغتيل أيضا في نفس العام يوم 6 أكتوبر. جدير بالذكر أن الموسيقار عمر خورشيد رحل عن عمر يناهز 36 وهو شقيق النجمة شريهان، وقد تزوج 4 مرات منهم مرتان من الوسط الفني وهما الفنانة ميرفت أمين والفنانة مها أبو عوف.